أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج السرطان ليوم الخميس 24 فبراير شباط 2022. انت عارف ايه اللي هيحصل لو انت قررت انك تهتم النهاردة بصحتك في الوقت ده؟ هيحدث تغيرات كتيرة جدا وهتخبرك بيها الكواكب النهاردة، فانت بحاجة جدا لانك تسترخي في اليوم ده وترتاح اكتر وتريح جسمك علشان تتمتع بصحة افضل. لازم انك تغمض عينيك النهاردة وتحلم بشكل كويس علشان تطلع من كل اجواء الضغوطات والعصبية اللي انت ممكن تكون بتمر بيها في الوقت ده. بس ما تفكرش في اي حاجة ممكن تكون بتحاول انك تنسيك همومك في الشغل النهاردة ومشاغله اللي هتكون متراكمة عليك. مش هتحتاج اي حاجة تانية غير انك ترتاح وتهدأ من غير ما انك تفكر في اي حاجة. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، ممكن يظهر ليك عنصر كان من ايامك الماضية وهيبدل بسببه كتير من المعطيات اللي انت بتكون بتخطط ليها في الوقت ده واللي هتكون مكررة جدا علشان تبني بيها مستقبلك بشكل كويس. مع شريكك النهاردة هتحاول انك تتفادى ازمات كتيرة جدا ممكن تحصل، ممكن انها تسبب في انها تعكر صفو علاقتك النهاردة بشكل كبير جدا، فخليك حذر منها. بالنسبة ليك مهنيا، رغبتك في انك تحسن وضعك المادي على نحو سريع النهاردة ممكن تخليك تصطدم بواقع مغاير تماما للي انت بتطمح ليه، وده بيفرض عليك انك تتريث اكتر في قراراتك علشان ما تندمش بعد كده، لان التسرع دايما ممكن يكون ما فيهوش تفكير كتير وممكن ينتج عنه مشاكل اكتر من انها تبقى حلول. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، في خمول كبير جدا ليك وهتحس انك مش عايز تتحرك النهاردة، وده طبعا مش بيتناسب مع وضعك في اليوم. لازم انك تقرر انك تترايد او حتى تتمشى اليوم ده علشان تتحرك شوية بعد ما انك اخدت قسط كويس من الراحة بالنسبة ليك. بالنسبة لتوقعات العشرية الاولى، مواليد 21 يونيو لواحد يوليو، النهارده هتساعدك السماء في كتير في من المهام انها تشوفها بشكل اوضح النهارده، وهيكون في تسلسل هرمي كبير جدا لقيمتك بيعزز من قراراتك كتير وبيتماشى مع كل انواع احتياجاتك الوقت ده. بالنسبة للقاعات العشرية التانية، مواليد 2 يوليو ل 12 يوليو، النهاردة السماء هتكون متطلبة جدا ليك وهتطلب منك انك حتى تخرج من احلامك اللي انت بتحلم بيها في الوقت ده، وانك تواجه الواقع بتاعك اللي هيكون فيه تحديات كبيرة جدا ومواجهات اكبر عليك انك تتوازن مع الاشياء دي. وهيكون فيه مثلك النهاردة مفرطة جدا ومواردك محدودة لليوم ده. بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة، مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو، ممكن تكون عندك رغبة شديدة النهاردة في انك تفاجئ او تعمل اختلال كبير جدا في ميزانيتك النهاردة. هيكون الاختلال ده مؤقت وهتتذكر انك الشغل هيبقى اهم حاجة عندك، والانضباط والمثابرة هيكونوا مهمين ايضا، وهيكون وقت كويس جدا لو حبيت انك تخلط النهاردة. بيكون صعب شوية، بيحتمل انه ممكن يحصل حريق في كل المواضيع مع بعض علشان اندمجوا مع بعض. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيشكل المريخ سداسي لنبتون يوم اللي فات، وهتفعل الزهرة النهاردة نفس الحاجة مع نبتون، وهيكون في شجاعة اكتر النهاردة مع اننا ننفتح ونحتضن المشاعر والمحبة اللي هتكون مش تكاملية اليوم ده. هنكون بنجد الافضل في الناس وفي علاقاتنا وفي ملذاتنا في الوقت ده، وهنقترب من بعضنا البعض بلطف اكتر وحساسية اكتر، وهتكون اكتر من المعتادة مع العبور الحلو ده. هنميل النهاردة لرؤية ابعاد روحية كبيرة جدا لعلاقاتنا ومعاملات الاخرين بمزيد من التعاطف في الوقت ده. هتشكل الجانب ده لأول مرة في أواخر نوفمبر وهتكرر في يناير، وممكن تكون كان كوكب الزهرة بيتراجع شوية، وممكن يكون في مزيد من القصة اللي هتكون مستمرة لليوم ده.
بقدر ما هو هيكون لطيف العبور ده ممكن لمربع عطارد وأورانوس في وقت لاحق إنه يضيف مفاجأة كبيرة جدا وتوتر أكبر لنمط تفكيرنا في الوقت ده ومحادثاتنا حتى، وممكن يحفز حواسنا أكتر بشكل يفرط كتير جدا، وممكن يكون في ومضات كبيرة جدا ومفاجأة جدا من البصيرة أمامنا، أو حتى أفكار ممتازة وكبيرة وجيدة لكنها ممكن تكون مش بتجتمع بشكل كويس علشان نستفاد منها. ممكن يحصل النهاردة نفاذ لصبرنا من الأمور الروتينية اللي احنا بنعيش فيها، ومن المحتمل أن يكون مفيش تنظيم وفي فظاظة كتيرة جدا في الاتصالات اللي احنا بنتلاقاها. ممكن يكون بتظهر معلومات كبيرة جدا وبتزعجنا في الوقت الراهن. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.